الجمل المشهورة لستيف جوبز People with passion can change the world. اللي بيدينا القوة عشان نعدي الأوقات الصعبة والفشل ومخاوفنا الشغف. بيخلينا ما نركزش مع رأي الناس فينا. بيطلع مننا الشخص اللي بيقدم تضحيات من غير تردد وبيجري ورا حلمه. قصتنا بتبدأ بثلاث معماريين، كل واحد منهم واجه صعوبات وتحديات وفشل، بس كانوا دايما مؤمنين بنفسهم. ده حلم، ده هدف في الحياة، ان يكون لي قيمة ووجود في سوق العمل اللي بالحجم ده مش حاجة سهلة، لازم تثبت نفسك. ده اللي عملوه بعد ما تخرجوا من كلية فنون جميلة قسم عمارة، درسوا بره سواقوا لنفسهم واستخدموا التقنيات الحديثة في شغلهم في وقت كان الناس بتستخدم الطرق التقليدية. ساعات أسلوبهم ما كانش مفهوم للي حواليهم، بس ما استجابوش للانتقاد وكملوا في نفس طريقهم. وبعد سنين من العمل الجاد والإدارة الصح استحقوا جوائز عديدة في مسابقات ومعارض عالمية وعملوا لنفسهم اسم إنكود. تيم مهتم بشكل كبير بمواضيع لها علاقة بالinterdisciplinary topics وعلاقتها بالتصميم بشكل عام، ممكن بشكل خاص للinterior والarchitecture، وبنحاول ان احنا نimplement المواضيع لها علاقة مثلا بالmathematics في الimplementation بتاعها في الديزاين، وازاي ان هي ممكن تبدي ابعاد جديدة ممكن بطريقة التقليدية ما بتقدرش ان انت توصل لها. إنكود ابتدى سنة 2011 بمجموعة من شباب خريجين كلية فنون جميلة قسم عمارة بجامعة اسكندرية، وهم مجموعة تقابلوا علشان هم مهتمين بشكل كبير، واحد بالتغيير، اثنين بان هم يقدموا شكل للتصميم مختلف. المرحلة الأولانية وإحنا في الكلية إحنا كنا تلات دفعات ورا بعض 2000 و2001 و2002، وكنا موجودين في بارادايم شيفت كده في التفكير، ما بين إن إحنا كنا ندرس كل شيء بدون استخدام الكمبيوتر تقريبا. في آخر سنوات التخرج بتاعتنا ابتدى الكمبيوتر يظهر على الأقل كدرافتنج تول، وإحنا في الوقت ده ما كانش في عندنا حد يقول لنا المفروض ان this kind of abstract machine، احنا المفروض ان احنا نشوفها ازاي ونتعامل معاها ازاي. كنا بانسباير باركتكتس زي ماركوس نوفاك وجريج لين اللي كانوا مشهورين بالكمبيوتيشنال ديزاين في اواخر التسعينات. الكمبيوتر كان بارتنر بالنسبه لهم بطريقه مختلفه عن اللي احنا نعرفها، وده كان شغف ان احنا كل واحد مننا في الابحاث بتاعته ان انتجريت ازاي الكمبيوتر مع ديزاين بروسيس. حتى الان التجربه بتاعتنا ليها علاقه بالماثيماتكس واحد من اكثر الساينتفك فيلدز الابستراكت، يقدر ينقلك من الفيلد اللي انت موجود فيه ساينتفك فيلد تاني،
تتعلم منه وتنسباير منه، ترجع تشوف الأوبجكت بتاعك بميننج مختلف. بارالل ده يمكن كان في فترة تانية لها علاقة بالإنسباير من النيتشر، وأظن إن الانتجريشن مع الماثيماتكس كان يدينا بوتنشلز كبيرة جدا، إن إحنا مش فقط بنستلهم من الطبيعة من هيئة صور، لكن إحنا بنقدر نشوف دبث مختلف. عملنا مشروع سكني في مدينة سفاجة. الهدف بالنسبة لنا في المشروع ده إن إحنا ما نعملش وحدات تكرارية. عملنا بحث كتير في البيئة العمرانية بتاعة سفاجة، وكنا عايزين نوصل لتكوينات يبقى عامل زي مدينة أو قرية صغيرة أكتر من إن هو يبقى عامل زي مبنى سكن. ابتدينا نعمل تكوينات بالوحدات دي بحيث إن إحنا نفاضل ما بينها من حيث تأقلمها مع العوامل البيئية مثلا زي الرياح والشمس، إن هي تبقى بتحقق فراغات متنوعة ومريحة للمستخدم، ما تبقاش درجة الحرارة في الفراغات عالية جدا، ما تبقاش كلها نازل عليها الشمس المباشرة، وإن يبقى فيه تهوية كويسة للمكان ككل. يخضع بشكل كبير للقوانين والتشريعات بتاعت المنطقة من غير ما يضر بالديزاين اللي احنا بنعمله. طبعا الكمبيوتر بيساعد بطريقة ممكن العقل البشري ما يكونش قادر ان هو يحقق كل المعادلات دي في نفس الوقت، عمره ما بيجمع ما بين احسن فيو في نفس الوقت احسن تهوية في نفس الوقت احسن ديلايت داخل جوه الحيز. قدرنا نعمل زي كود بيحاول ان هو يقيس نسبة الرؤية لكل واحدة سكنية او لكل غرفة فندقية مثلا لو هنتكلم على سكيل ريزورت، بحيث ان هو يدينا احسن اورجنايزيشن محقق افضل فيو بانجح طريقة موجودة. احنا مؤمنين ان التصميم هو اداة مقدسة، كل مشروع هو حكاية وحالة مستقلة، لغة جديدة وتحدي جديد ما كانش موجود في السوق المصري قبل كده. صعب جدا انك تتوقع الشكل التصميم اللي جاي هيكون عامل ازاي. ماتكس اكتر بروجكت بالنسبه لنا يمكن قريب لقلبنا شويه، لان هو كان اول بروجكت ابتديناه في المكتب. التعامل مع الاسلاميك باترنز كان مختلف شويه من اول الرسم لحد طرق التصنيع، لان كان الحرفيين هم اللي بيعملوها، لكن دلوقتي عشان نضيف الفاريشن اللي احنا محتاجينه كان لازم ننقل الموضوع ده شويه للكمبيوتر ونستخدمه في الرسم والفابريكيشن، ندرس الكونستراكشن بتاعها وندرس طرق رسمها عشان نعرف نكونها بطريقه مختلفه معتمد على الفاريشن والادابتنج بتاع الباترنز دي على سيتنجز مختلفه. ابتدى بمجموعه ورك شوبس حصلت في المكتب، حقيقي كانت فرصة كويسة، لأن أما بندخل معانا الصغيرين بيبقى فيهم energy و power بيقدروا إن هما يبوستوا للأيدياز اللي احنا بنفكر فيها، وكانت فرصة هايلة بالنسبة لكل إن هو يجرب الأفكار اللي علاقة بالديزاين patterns اللي كانت بتتعمل على خامات مختلفة. فجربنا حاجات لها علاقة بالأخشاب، حاجات لها علاقة بالبلاكسي، جلد، قماش، برينتس. طلعنا حقيقة مجموعة كبيرة جدا، جات لنا الفرصة ان احنا نعرض في معرض ديزاين از ا فيرب في مكتبة اسكندرية سنة 2012.
وان وقتها كنا بي ريسبونسبل باي ذا بريتش كونسل. عرضنا في 2013 في ميلانو في سالوني ساتلايت. سنة 2017 طلبنا مرة تانية لأنه البرودكتس بتاع أورنماتكس اختير ضمن أحسن 500 برودكت اتعرضوا في سالون ساتلايت خلال 20 سنة اللي فاتت. أغلب الخامات اللي بنستخدمها متوفرة في اسكندرية. أهم حاجة الخامة تبقى بتتقطع على راوترز وعلى سي ان سي، ده اللي بيبقى أساسي في قرارنا في اختيار الخامات. عايزين خشب بننزل فرح ده، الناس هناك متعاونة جدا، لو حد فهم ان انت فعلا بتحاولي تعملي حاجة فبيساعد. في مشاريع اعتمدنا فيها على أنواع خشب غالية، وفي مشاريع تانية بنفس الأفكار اعتمدنا على خشب نوعيته أقل شوية، وبنحاول طول الوقت نوازن ما بين إن هي الديزاين ما يبص وما بين البادجت بتاع العميل وسعر الماتيريال. بنلاقي في السوق أنواع كتير قوي بتفتح لنا أفكار ما تبقاش في بالنا. استخدمنا خامة اسمها فلت، الخامة دي بيستخدموها الشنط وحاجات كده، فعملنا بيها كيرتنز طلعت حلوة جدا على الرغم إن هي خامة بسيطة جدا. انا يمكن من اول الناس اللي اشتغلوا في انكود. انا لسه فاكر دكتور سام واحمد وزغلول قعدوا معايا وقالوا ان هم بيبتدوا حاجه جديده، الديزاين ريسيرش هيكون جزء مهم منها. وطبعا قلت لهم انا معاكم في اي حاجه، انا مستعد ابتدي حالا لو انتوا عايزين. انا ساعتها كنت لسه متخرج، كان تفكيري شويه لسه ان الديزاين هو خط او خطين ترسمه وتقعد تتفرج عليهم من بعيد. وانا فاكر قبل ما انكود يبتدي كان في وركشوب في الجامعه كانوا هما اللي منظمينها، وكان دكتور احمد كان بيتكلم على جينيريتيف ديزاين وازاي البروسيس هي جزء مهم من البرودكت اللي بيطلع في الاخر. وانا فاكر اني وقفت قلت له لا، البرودكت هو اهم حاجه، الديزاين بروسيس مش مهمه. كان بفتكر قد ايه انا كنت نايف ساعتها، لان بعد كده جه انكود ويمكن تفكيري اتغير كتير عن التيم ورك ازاي بيشتغل، ازاي الافكار بتتطور، ازاي ان انت بتعمل اكسبلوريشن للديزاين سبيس وما عادش عندك حل واحد هو الحل الالتيميت لاي مشكله، كانت عندك حلول كتير وانت بتحاول توصل لكومبرومايز بينهم عشان توصل للكرايتيريا اللي انت عايزها، ازاي الانبوتس بتغير في البروسيس دي اذا كان هي بيرفورمانس analysis او fabrication technique او social aspect. يمكن البيزكس اللي انا اتعلمتها في الكود دي هي نفس البيزكس اللي انا بشتغل بيها لحد دلوقتي. هو مكان لي روح بسبب الفاوندرز بتوعه، لان هم خلوا المكان مش بس مكان للشغل، لكن مكان ان انت بتتعلم فيه، انت تحس فيه ان انت جزء من عيله، وان كل برودكت طالع من المكتب انت جزء منه، وده بيخليه دايما فخور بكل حاجه بتطلع من المكتب، مش بس كديزاين برودكت، بس كمان كاشخاص اتعلموا واتطوروا والمكتب كتير اثر عليهم، واللي أنا فخور إن أنا واحد منهم. الديزاين بروسيس في إنكود قايم على الكرياتيفيتي، على الإنوفيشن مش الريبليكيشن. إحنا عشان نقدر نوصل لأفكار جديدة بنعتبر الديزاين is a form of research. العادي ان المصمم بيبدأ الديزاين بروسيس بالرسم، بالنسبة له الرسم هو أداة التفكير، لكن في انكود البروتوتايبنج هو أداة التفكير.
البروتوتايبنج مش زي الماكات، الماكات هو إظهار للفكرة النهائية، زي مثلا ماكات فيلا بيورينا الفورم النهائي ليها، لكن البروتوتايبنج هو بروسيس للتفكير، هو اكسبيرمنتيشن من خلال المثير الفابريكيشن أو الأسامبلي. زي مثلا دوجري الكلادينج سيستم الكرتون اللي اتعرض في لندن، ده كانت بداية تجربة للباترنز اللي ممكن تطلع من تقطيع الكرتون بالليزر، وانه ازاي الاسامبلي ممكن يوصل لاكوستيكس بانلز باشكال جديدة وتكلفة اقل. كمان الفولدينج سيستم اللي اتعرض في القاهرة انا بشوفه فكرة مهمة جدا في الفولدينج ستراكشرز، ممكن يبقى ليها ابليكيشن على سكيل اكبر في العمارة. الوود بانل اللي قدامنا فيها فاليو كبيرة قوي، ان انا قادر ان انا اخد الستاندرد بتاع لوح الخشب من غير ما اهدر منه اي حاجة، من غير ما احتاج اي كونكشنز. مدروسة جدا علشان تقدر يحصل للوح كل فولدينج ويديك الباترن اللي انت مفروض ان انت عايز تحققها او عايز توصل لها. افتكر ان احنا كنا في فترات بنتكلم فيها ان احنا الماركت هيمتصنا ازاي، ومفيش حد شبهنا، ومفيش حد مننا جات له اكسبيرينس في مكاتب كانت موجوده على الاقل في اسكندريه ان لم يكن في مصر، في ان هو انتجريت فعلا الكمبيوتر مع الديزاين. كان يمكن ده موجود حتى يبقى محدود جدا. افتكر ساعتها ان احنا قلنا طالما مفيش في الماركت حاجه زي كده يلا بينا نكرييت الماركت، وده كان بالنسبه لنا كان تشالنج ازاي تبتدي تكالتيفيت شيء في ارض هي لسه مش مستعده لوجودك. الستور نفسه بتحس ان فيه خشب كتير، بدي احساس ورم اكتر من احساس الستيجو. عشان تقدم شغلك لوحده لازم تقدمه كومبليت على بعضه، بروبوزل كامل علشان تقدر ان تشوف كل حاجه مع بعضها بتطلع عامله ازاي. ممكن تشوف حاجات كتيره جدا لوحدها بتبقى شكلها حلو، تحطها مع بعض ما بتبقاش حلوه. السوق المصري سوق كبير وفيه اوبورتونيتي كتيره، طبعا المنافسه فيه مش سهله. نهتم جدا تو انفست في الار ان دي، بنستخدم ديزاين سيستم مختلفه، وده خلانا نجرب الديزاينز دي في مشاريع كتير على سكيلز مختلفه، سواء في كبرودكت ديزاين او انتيرير او عماره. ازاي فهمك لمعطيات السوق والتكنولوجيا المتاحة بتخليك قادر ان انت تطوعها علشان تنفذ فكرتك بدون اي تنازلات من حيث الشكل او الجودة؟ بيحصل في الباك جراوند بالنسبة لنا كان دايما بيبقى مهم جدا، لان احنا بنبقى حاسين بالفاليو بتاعك، بنحاول نوصل الموضوع ده للكلاينت بتوعنا. ابتدت الناس تستصيغ حقيقي الافكار دي بطريقة اسهل بكتير يعني من زمان. الموضوع مش ان احنا نعمل بروموشن للتراث المصري او ان احنا نعمل حاجه مينيمال او حاجه مودرن او بشكل الستايل، ولكن هي الطريقه حاجه اصلا ليها علاقه بطريقه التفكير، وده اللي احنا لقيناه في اهتمامنا بالساينس والماثماتكس والكمبيوتر والتكنولوجي بشكل عام، وده اللي على اساسه اتكونت المجموعه في البدايه نتيجه الاهتمام المشترك ده. بدأنا ندخل في دبس مختلف، وبسبب الكالتيفيشن في الكودينج والماتماتكس وديفرنت فيلدز، فاحنا دلوقتي احنا ايبل ان احنا كمان انتجريت توبكس لسه جديده فيها نوع من الاكسبيرمنتيشن اللي دخلها مع الديزاين بروسيس، زي التوبكس اللي علاقه بالداتا مايننج او الارتفيشال انتليجنس او البيج داتا. ذيس كايند اوف توبكس مش سهله على المعماري ان هو يعرفها، لان هي اغلبها محتاجه نوع من القراءه ان ديبث وبراكتس باسلوب مختلف تماما عن اي تول الاركتكس اللي بيستخدموها قبل كده. هو شيء مختلف في كذا ستريم بارلل لبعض، في اوقات زي كروس اوف، اوقات تانية زي على مستوى الريسيرش ان احنا انتجريت الارتفيشال انتليجنس والتوبكس الجديده زي داتا مايننج وبيج داتا وماشين ليرنينج مع الديزاين. اوريدي احنا ابتدينا فيها، ده واحد من الخطوات اللي احنا ماشيين فيها، واتمنى في الفيجنز بتاعتنا ان احنا نكون قادرين على انتاج ادوات تخلي البروسيس بتاعتنا دايما سوبر فاست هاي كواليتي، تفتح لنا نوعيه مختلفه من الافكار في سرعه كبيره.